أكثر من 7 ملايين مسن في مصر ينتظرون على أحر من الجمر مشروع قانون جديد طرح في مجلس النواب لأجل ضمان حقوقهم ودعمهم مجتمعيا. رد الجميل أو مشروع قانون حقوق المسنين يهدف لحفظ حقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الترفيهية والثقافية منها، فضلا عن توفير حياة كريمة ومعاش مناسب لكبار السن ممن تجاوزوا 65 من العمر وممن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا منهم، بما يضمن توفير رعاية صحية مناسبة. مزيد معنا ندى حجازي. كان الجيران بتجيب لي أكل وأنا نفسي مش جاباني أقول لعيل من عيالي هاكل حاجة، أو أقول لأي جار كان يجي يدور عليا، لو كنت تعبان كان يجي يوديني المستشفى يوديني الدكتور، وهم ما كانوش سائلين. كل منا يحارب في معركة لا يعرف عنها أحد، الكثير من الضغوطات والسعي لاكتساب الخبرات من أجل توفير حياة أفضل لفلذات الكبد أولادنا. فتخيل معي أن تفني حياتك من أجل طفلك لتراه شابا يافعا تعطيه كل ما تملك من وقت وجهد ومال، فيتركك عند شيبك لتواجه قسوة الحياة وحدك في عز ضعفك وعز قوته. ليس هذا مشهدا سينمائيا، بل واقع يعيشه الكثير من المسنين المشردين الذين خذلوا من عائلتهم بعدما شاخوا ولم تعد الحياة تحن عليهم بيد تأخذ بهم. عايزين مصاريف، أنا معيش فلوس وهم هتردلني، فضلت قعدت 10 أيام في الشارع. النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب اقترح مشروع قانون يحمي حقوق المسنين من دعم مادي وأيضا معنوي، فإذا تكفلت الأسرة بالمسن رفعت العبء عن الدولة، أما إذا تشرد فتتكفل به الدولة ممثلة في وزارة التضامن فتوفر له مسكنا بشرط ألا يرثه أولاده، ومعاشا يصله حتى المنزل، ورفيقا يعتني به إذا لزم الأمر، ويتم البحث عن توفير مظلة تأمين صحي لهم. ما رضيتش اروح اقعد عند بنت من عيالي عشان جوزها ما يجرحهاش، عشان ما بقاش عوال عليهم. وصرح النائب عبد الهادي القصبي بان مصر اصبحت دولة حقوقية بعد اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج حياة كريمة واستراتيجية حقوق الانسان ورؤية مصر العام 2030 التي تتمحور حول المواطن المصري بجميع فئاته. ندى حجازي، صباح العربية، القاهرة.